يا اخوي هلكتوني هلكون هاي اللي واجه من المركبين هو ريود سمايل، وهي تسمى هلو يود سمايل، هاي الطبقة مال تبيض. ابوي هلكتوني هلكتوني في سناب شات 24 ساعة. مساء الخير سناب ابوي، بيعن شداغك هذي بيعن، ما ترقع عصبه ولا ولوني بحركة جديدة على اساس ما يقولون انه يوضح، يخلي حطب هذيك احطب اللي تخلى في الحلق طلع نظره سوين، يبين ان الناس شوفوا حبوب هايك الحطب يخلونه في الحلق. يوم واحد متعشي ولا متغدى، حنت متعشي ومتغدي طاب يقول لك بلحم ينظر سك على مخلي ذيك الحطبه، بس عرفني شفنا ضروسك شفناهن والله تحصله. مساء الخير. والمشكله يرحمون العيادة يقصون عليهم والله يركبونهم، ما اعرف ايش من ضروس يعني، كي وايد ابيض وايد، يمكن طبقه اولى وايد تسمى درجه اولى. انت يوم بس العياده اسال الدكتور الهندي ولا ايش، اقول له تعال صديق جيب مينيو، جيب وش مينيو مشان ضرس ابيض، ويجيب المينيو خل عن ضرسك وتشوف عمرك في الجامعه، خذ شيء متناسق لانه شيء من الوادم اللي كيف البياض تحصل يدخل العرس اول ما يدخل الخيمه يبطن ضروسه، والله العظيم ان ضرسه يسلم عليك قبله من 7 كيلو ينشاف ضرسه. ما اكيد ترى الله سبحانه وتعالى يوم خلق الانسان خلق فيه تناسق الالوان، اما تحصل اللثه سودي والضرس والضرس كاني صاف ومبيض، انت خذ لك طبقه يعني كي اقول انت طبقه رقم 6 بس قيس ابتسامه قيس. المهم انت حبيبي ركب ركب عادي الامور طيبه، بس قول حال الدكتور كان هندي يقول له صديق ما يريد وايد فرقيه مشان اللون يعني ما جاي، والله مساكين تحصلهم كي يصورون في الليل في السياره ماشي اضاءه بس ضرسي ايش عليك ضرسي، والله كان مصباح ما لحبوه الله يعطيه الصحه والعافيه، شيشه مصباح اياه باول ما الحق يشتغل في الليل نفسه والله والله روحي كي مشغل. انت تقول حال هندي صديق ما يريد فرقيه وايد، ايوه بس ركب انت، ايوه ما يقص عليك الطبيب ترى شايف منهم يقول لك صديق تعال انا اسوي ترتيب، يسوي انت طبقه مشان من نانو سيراميك. ايش نانو سيراميك انت؟ انت ايش مقاول على صاله وحمام وايش؟ لا لا اقول له ما يريد طبقه نانو سيراميك، سوي طبقه صغير سيراميك ماله، بقول له سوي لي كاشي. امورك طيبه، والمعجبات بيطيح المعجبات، لا تكثر اضاءه خف شوي البياض، امورك طيبه.